الأرنبيط لما نيجي نعمل الأرنبيط يقول لك والله أنا مش باكل الأرنبيط، عندي مشاكل مع الكولون، مشاكل لما باكله بيعمل لي انتفاخة. ده واضح، سبحان الله، الأرنبيط علاجه بسيط جدا في مشاكل الكولون، شوية كمون بس. احنا بنستخدم الكمون باستخدامات غلط في ان احنا يعالج مشكلة الكولون، اللي هو ايه؟ يغلي مع الفول، يمرر الفول ويفقد المادة الفعالة أو الزيوت الطيارة اللي بتساعد على طرد الغازات. فما ينفعش ان انا احط الكمون يغلي خالص. نفس القصه اللي هعمله دلوقتي مع الارنبيط، ازاي اخلص الارنبيط من الماده او من الغازات بتاعته واستخدمه صح، واكل منه طبق واتنين وتلاته مع الطرطور مع المايونيز مع الكاتشب مع اي صوص احنا عايزينه بدون اي مشاكل. نشوف الارنبيط المقلي النهارده مع صلصه الطرطور. ايه هي؟ ارنبيط، طحينه، تومه، شويه كمون مطحونين فريش، وبصل، وشويه معلقات فلفله حلوه هريسه حمراء، اضافات يعني لازم منها حسب الرغبه، ودي بتعلم من الاكله. مقادير على الشاشه اكتبيها زي الفل، لا تتعدى اصابع اليد العشرة، ولكن الارنبيط ده كبار السن هياكلوا منه وصغار السن هياكلوا منه. نعمله ازاي مع بعض؟ حله او بوله ازاز كده هحط فيها شويه كمون وشويه ملح، كمون مطحون، تلاحظ ان الكمون خشن اهو لسه ريحته فيه اهو. تعرفي الكمون ازاي فريش؟ لما تمسكي شويه الكمون كده وتفركوهم بايدك كده وتقربوهم كده تشمي، شميتي ريحه ايدك فيها كمون اعرفي ان لسه الزيوت الطياره في الكمون، ما شميتيش ريحه الكمون اعرفي ان الكمون ده وجوده زي عدم وجوده، لا بينفع ولا اي حاجه. خلي بالك اللي بقوله ده مهم جدا، البهارات بتجيبيها وتركنيها عندك في المطبخ ملهاش اي لازمه، بتقعد بالست شهور وتقولي انا عامله اكله مكسره الدنيا. البهارات هنا خلاص تاريخ صلاحيتها انتهت، سواء كمون ولا كزبره بالذات اللي فيهم زيوت طياره. اما الفلفل الاسود يمكن عمره طويل شويه. تاني الكمون عشان نستخدمه ويعالج مشاكل الكولون، احط شويه كمون بايدي كده للتاكيد يعني للتست، شميت ريحه الكمون يبقى الكمون تمام وزي الفل وربنا يكرمنا فعال. حلو الكلام؟ طيب حطيت الكمون، حطيت الملح، حطيت عصرة ليمون. التركاية دي علشان نتخلص من مشاكل الأرنبيط، ده ليمون وكمون وملح. حلو قوي. ماء بيغلي اهو، اللهم صل على النبي، نحط الميه المغليه هنا اهو. ما حطيتش الكمون يغلي على النار اهو 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 اهو. حلو الكلام. هتعمل ايه يا مغازي؟ هناخد الأرنبيط ده كده نسقطه في قلب الميه المغليه لغايه لما نجهز له الايه؟ التوبنج بتاعه. ايه هو التوبنج بتاعه؟ خلطه المغازي. بتعمليه احسن مني انا واثق والله. تعالى دلوقتي بتقول الارنبيط ده انا بعمله جوزي بياكله كله، ده الارنبيط بعمله الاولاد بيكنسوه من على الطبليه. عايز تشوف الكشري؟ العب. هو ده كشري ولحمه مفرومه. الطبق ده خلي بالك جامد جدا، هغرفه دلوقتي هيبقى ايه؟ لوحه فنيه. بيكاسو، مش بيكاسو ده برضو مصور شاطر ولا ايه؟ حلو. ناخد كده الارنبيط، شفت انا بعمل ايه؟ بحطه في ميه مغليه، مش حطيته على النار يستوي، ده هيتقلي. فوجوده في الميه المغليه مع المعالجه اللي انا عاملها دي اللي هي كمون وملح وعصره ليمون اكيد لها هنا ايه؟ موقف. واضغطهم كده جامد. موضوع مهم جدا على فكره. دول كفايه على قد الميه. تمام، هنشيل ده كده ونخلي دول كده على جنب. حلو قوي. طيب خليهم بقى كده نص ساعه، حطهم في الثلاجه، خلوهم بره في المطبخ في درجه حراره المطبخ، مفيش اي مشكله. بس الخطوه دي مهمه جدا على فكره. على فكره الميه سخنه جدا بس انتوا تستاهلوا يعني. تعالوا مع بعض نعمل خلطه المقلي، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. اللهم صل على النبي. بوله زي دي كده، انا عامل خلطه جديده بقى وسماها في الكراسه اللي اتملت عندك والكشكول اللي خلص جاب الجلده، خلطه المغازي لقلي الارنبيط. ما نتكسفش، ايه المشكله؟ حقوق الطبع لدينا وبس. هو احنا المشكله انا بتعلم لغايه دلوقتي وهموت وانا بتعلم، والواحد لما يتعلم مش عيبه، بس اهم حاجه ان احنا نتعلم. خلطه الارنبيط دي خلطه المغازي، ده زعتر ابو سمسم السوري اللي موجود في المحلات السوريه وفي السوبر ماركت، بتلاقي خلطه كده عامله زي الايه اللي بنشوفها مع الكحكه ام سمسم اهو. الدقه سمسم وزعتر ريحته حلوه قوي اهو اهو. شويه سمسم مع زعتر حطيته. حلو الكلام. تمام. طيب معانا نشا،
ودقيق. قد ايه يا شيف؟ خدي بقى المقادير دي بالظبط عشان ما يبقاش يابس معاكي، يعني ناشف، ولا يبقى معجن معاكي. اخبار الزيت ايه؟ اوعى تغزلني. اه هنحط هنا من الدقيق 1 2 1 3 1 4 5 5 معالي دقيق. طيب حاضر، خمس معالي. كم معلقه نشا؟ شفت المعلقه الهرمي دي كده ايه؟ 1 2 ونص، يعني كل معلقه دي بتاخد نص معلقه نشا. لاحظوا بس، فهموا، شوفوا بس الموضوع ماشي ازاي. 5 معالق دي هرمي، يعني شكل الهرم كده، حطيت عليهم معلقتين ونص من النشا هرمي. حلو الكلام. اه واحط عليهم شويه كمون. خد بالك من الحته دي بقى، كمون هنا وهنا، انسى الارنبيط ده يعمل مشاكل. نحط فص ثوم ني. اه زي الفل، فص ثوم ني. هنحط معلقه فلفله حلوه. ايه الشغل الجامد ده يا شيف؟ اهو اكتباه المغازي بالله عليك، ما تزعليني منك، انا بزعل قوي عشان حق ما يضيعش. اهو دي فلفله حلوه. اهو وشويه الملح. يبقى انا حطيت ايه؟ كمون وملح والزعتر في البدايه، وهحط يا عم الشيف شويه فلفل اسود دي في الخلط. اهو واحط شويه كركم مع بابريكا. كركم وبابريكا، ادي البابريكا وادي الكركم. حلو قوي، تمام. وميه ساقعه، ويا سلام لو فيها مكعبين من التلج تبقى لطيفه وجميل. عايز تشوف الرز؟ المال الحلال ما بيتحرقش يا شفيق. انا عارف انا عامل ايه حبيب قهرتي. اهو اهو شفت الرز عامل ازاي؟ شفت الحلاوه؟ شفت الجمال؟ واللحمه المفرومه جاهزه، والبيض مسلوق عندي. طريقه التقديم هسيبها دلوقتي حالا زي الفل. ميه ساقعه ومضرب، اللهم صل على النبي. ميه ساقعه ومضرب، مش ميه سخنه، خلي بالك. ونقلب الخليط ده كده. دي الخلطه بتاعت المغازي، اكتبيها بالله عليكي. هقولها تاني بسرعه دلوقتي وانت شغاله معايا. نجيب هنا بيض، الله، 1 2 تاني 5 معالق من الدقيق، معلقتين ونص من النشا، ونفس عيار المعلقه اللي بتعبي بيها الدقيق تعبي بيها النشا. حطيناهم مع بعض مع زعتر، ودي تركايه المغازي، زعتر ابو سمسم. حلو الكلام، معروف في السوبر ماركات. حلو. اه لسه ما خلصتش، نقلب. هوريك القوام دلوقتي اللي تقدر تحط فيه الارنبيط وينزل من من هنا على الزيت على طول. اه شويه ميه كمان. خلص الكلام، نشيل ده كده. لسه في تركايه تعظيم سلام ليها. ايه هي؟ اللهم صل على النبي. قليل من الشبت كده، باي غازات ملهاش مكان بينا. شوية كزبرة خضراء في قلب الخلطة، وأقلبهم مع بعض. تاني سم الخلطة دي المغازي، واكتبيها على باب التلاجة. اه الزيت هنا شغال معايا زي الفل. كل القصة إن أنا هاخد الأرنبيط ده يا عم الشيف أصفيه من المية أو من المحلول أو المادة المعالجة بتاعته. أهو حلوة. ما تاخدهاش من هنا على الخلطة، خلي بالك. أه عشان المية هنا هتفصل معاك الخلطة دي. أه تتأكدي إنك صفيتيه من المية كويس. أه كده أنا إيه محضره. على فكرة الأرنبيط ده لما بتجيب الأرنبيط من الريف المصري بيتاكل ني. إخواننا الأجانب والشوام ياكلوه ني في قلب السلطة، سموه الزهرة غير البروكلي. حلو، لازم نفهم المعلومات دي كلها. الأرنبيط جاهز كده، نروح عند الزيت ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. وناخد ده كده ونقف هنا كده بس، خلاص مش هعمل حاجة. تطلع فاصل ولا تكمل ولا نقل الأرنبيط؟ طيب يلا
نبص على الزيت بتاعنا سخن، اللهم صل على النبي. ومعانا الخلطه المغازيه، ومعانا صلصه الطرطور اللي هنعملها مع بعض. الاكل النهارده فيه شويه ابداع، فيه حب. هناخد الارنبيط ده كده بسقطه هنا. شوفوا التفاصيل. طبعا انا سبته فرصه انزل الميه بتاعته، بس الارنبيطيه فيها طعم الكمون، فيها طعم الليمون. مش عايز احطها في الخلطه، عايز اكلها بدل ما يروح هنا احطها على بوقي على طول. محطوطه في ميه مغليه يعني اتحضرت واتجهزت. هناخد كده ونقلب كده، والزيت عندي شديد، لازم يكون الزيت هنا سخن. خلي بالك لازم الزيت يكون سخن، اوعى الزيت يكون بارد، مش هتستفيدي باي حاجه من اللي انا بعمله ده. وهتعرفي الزيت سخن ازاي؟ هقول لك حالا دلوقتي. ما تاخديش حته ارنبيط دي تحطيها، هتبوظ لك الزيت لو بارد. تعملي ايه؟ شفت حته ارنبيط كده ما نزلتش الخلطه زي ما هي كده، ونحطها في قلب الزيت. لا جاهز يا باشا، يلا توكلنا على الله. تسيبونا احمر الارنبيط بقى بالتركيه بتاعتي، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. اللهم صل على النبي. دي كمان على قد الزيت. ونسيبه مع بعض كده، ما نقلبوش كتير. نصيحه مني، تعملي اي فرايد، اي مقلي، سواء سمك سواء ارنبيط سواء خضار، بتديله فرصه في الزيت ياخد الصدمه الناريه علشان يبدا التوبنج يمسك في الشكل الخارجي، وبعدين تقلبيه زي ما انت عايز. وتفاصيل ازاي نعمل ارنبيط مالي، رقم واحد ما تبوظيش ازازه الزيت، لان ازازه الزيت دلوقتي لها قيمتها. ما تبوظيش الارنبيط اللي انت جبتيه ويشرب منك زيت. ما تبوظيش الخلطه اللي انت عملتيها التوبنج وتنزل في قلب الزيت، يبقى لا شفناه ولا استفدنا بيه الخلطه اللي هي فيها بيض والخلطه السحريه بتاعت المغازل. الحاجات دي كلها مطلوبه. ازاي اعمل ده كده؟ السر في تاني اقول الخلطه. الخلطه اللي انا بقولها دلوقتي وانا ماسك بقى الارنبيط، اكتبيها ورايا. 5 معالق دقيق، معلقه هرميه شكل الهرب يعني معلقه عاليه، معاهم 2.5 معلقة من النشا برضو نفس المعلقه وعاليه. حطينا معلقه فلفله حلوه اللي هو الهريسه حمراء، بهاراتنا ملح وفلفل وكمون، وشويه كركم عشان ياخد لون الاصفر الجميل الحلو اللون البرونزي. حطينا شبت، حطينا كزبره خضراء، بطين، حطينا ميه ساقعه من الثلاجه او ميه ساقعه من الحنفيه في الجو الشتاء ده كده. وبعدين قلبنا الخليط كله مع بعضه، بهاراتنا ملح وفلفل، حمرنا شويه، وهننزل بالتاني على ما نشوف مع بعض هنعمل طبق السلطه ازاي. تاكلي زي ما انت عايزه. اللهم صل على النبي. ايه الصوت الحلو ده؟ ايه الجمال ده؟ ننزل في قلب الزيت. اوعى تنزلي دلوقتي، استني شويه، استني الزيت يشد حلو شويه. لما تيجي تحمري سمك او تحمري ارنبيط او تحمري بطاطس، شلتي زي ما انا عملتي دلوقتي كده، ما تنزليش بالحاجه الا بعد شويه. الزيت يرجع لايه؟ لرونقه، لشكله التاني اللي يكون شويه فيه درجه ايه؟ حراره. حلو. هنعمل دلوقتي الصلصه الجميله الحلوه، اسمها صلصه الطرطور الجميله الحلوه، هعملها لحضراتكم دلوقتي. عباره عن طحينه، عصير ليمون، بقدونس، شويه كمون، شويه شطه، في واحده صغيره هنا دي بتاعتي. الخلطه دي ما تترميش، الخلطه ممكن تعملي بيها حاجات كتيره، تعملي بيها فراخ، تعملي بيها جمبري، كل حاجه. الخلطه دي ما تترميش يا ست الكل، انا ضد التبذير في البيت. شيليها في كيس وحطها في الديب فريزر، شيليها وحطها في التلاجه زي ما انت عايزه. حلو. طيب تعالوا نعمل الصلصه دي بسرعه، عشان الارنبيط ده من غير الصلصه دي هنحس ان هو يتيم، مش يتيم اب وام، يتيم الطعم. ادي الطحينه، شويه كمون، ركزي معايا، شويه بقدونس، حلو قوي. لسه ما خلصتش، انا هعمل صلصه لطيفه جميله تاكلي صوابعك وراها. معلقتين من الزبادي، يا ويلي هو ده.
الملح بتاعنا، عصرة ليمون، الله، شوية دي صلصة الطرطور بتاعتنا اللي هنقدمها مع الأردبيط، ومية ساعة مش مية سخنة، ونعناع أخضر، نعناع يابس معانا، نقلب كده، خلي بالك باللي بعمله ده، حلو، نشيل المية دي كده، ومعانا ايه؟ شوية مية دافيين عشان الطحينة تاخد لون الأبيض، بصي بيضها على طول بتبيض، تمام، نقلب دول مع بعض، قليل من الخل والزيت. شفت الصلصة مكوناتها كتير قوي، أكتر من 10 حاجات. الله، قوام كده زي الفل، ما تبقاش تخينة قوي، خلي بالك، شيل كل ده كده، معانا النعناع اليابس اهوت، النعناع ده عشان ريحة التوم اللي أنا حاطه، لازم توم ني في قلب الصلصة دي، حطينا توم ني بنحط على طول نعناع يابس، ونقلبهم كده، الله، تغمسها هنا وبألف هنا وشفا. ناخد الأرنبيط اللي اتحمر ده كده، غرفه الطبق ده كده، الشكل عجيبنا قوي على فكرة، شيل الطبق ده من هنا، عايز أعمل السلطة دي ضروري عشان حضراتكم بتشوفوها، لأن يعني السلطة دي على فكرة تساعد على الهضم. دي الصلصة الجانبية للأرنبيط المقلي. طريقة التقديم النهاردة مختلفة، أنا بس عايز أوصل رسالة إن بنفس المقادير اللي بتشتغلي بيها كل يوم، الفراخ، لحمة، أرنبيط، خضار، بتنجان، لازم تغيري من طريقة التقديم اللي بتقدمي بيها الأكل عشان جوزك وأولادك ما يملوش. جو لطيف، تمام. شفت الأرنبيط ده كده اتحمر شوية مني لأن أنا بحبه شوية مقرمش، خلي بالك. لا ده انا بس العكس، والله العظيم يا شفاء انا بحبه كده. لا بص سامحني، انا بحبه مقرمش، وملاح بيحبه مقرمش، قبل ما اطلع بيقول لي يا شيف ممكن تسوي لي الأرنبيط ده زياده شويه، احب صوته كده يحس ان هو بياكل سمك فيليه، شوف الصوت ده، شوف الصوت ده، حاضر يا فندم، طبعا ملاح هيتخصم عليه، استاذ احمد عوض النهارده هنا يترقب. شفت بالله عليك ما نورتش الطبق، بالله عليك قول الحقيقه. هناخد بعضينا دلوقتي، لا مش فاصل، احنا خلصنا خلاص، انتوا عايزيني ولا ايه؟ جيبوا له واسطه.